السلام عليكم، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير 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 من الفيديو الماضي. ان شاء الله دايما تكونوا بألف صحة وبألف خير. انتم عم بتشوفوني اليوم احبائي، مثل ما شايفين انا عندي قنينة بيبسي فارغة او فاضية. اليوم رح نستخدمها بطريقة كتير ذكية، بطريقة كتير عبقرية، بما انه هيدي الايام كتير عم تنقطع الكهرباء، لا ما عم تيجي بالمرة، فبتقدروا تستخدموها بفكرة كتير كتير حلوة رح تفيد كتير من الناس. فكرة كتير متواضعة مثل ما عودتكم على الأفكار الكتير متواضعة، بس أكيد ورك الفكرة ممكن تقدروا تستفيدوا بشكل كتير كبير. أول شي عندي هون البيبسي الباقيين، أنا بدي طبعا ارميهم، أنا ما بدي إياهم. وطبعا كل شي رح يتطبق قدامكم عملي. انا بحاجه احبائي لمقص، مثل ما شايفين رح باشر بقص القنينه. هيدا الشكل رح جيب كلينكس ومسح القنينة من الداخل، لأنه أكيد فيها بقايا من البيبسي. هيدا الشكل رح شيل ورقة. ورح باشر بقصة بهيدا الشكل. يعني مثل ما شايفين عم قصة، شفتوا كيف العرض قد ايه؟ تقريبا قد الاصبع مثل ما شايفين. هيدا الشكل. هلا شو بدي اعمل بالنسبة للخطوة اللي بعدها؟ عندي هون بيض مثل ما شايفين، رح افصل البياض عن الصفار. بسم الله. هتقولوا لي شو علاقة البيض بالقنينة الفاضية؟ إذا صار عندكم فضول انطروا لحتى تشوفوا شو رح أعمل. كمان هون احبائي مثل ما شايفين انا فصلت البياض عن الصفار،
في حط هلا الفانيليا وباشر بطريقه العمل. شو رح تفيدني هيدي القنينه بما انه مثل ما قلت لكم انه هيدي الايام الكهرباء مش عم تجي بالمره، واطلع على بال ست البيت انها تعمل كيك لعائلتها، تعمل ميرينج لعائلتها، تعمل شيء سريع ببياض البيض. بتقدر تعمل هيدي الطريقه، طريقه جدا رائعه احبائي بكل بساطه. ما رح افصل الكاميرا ابدا ابدا ابدا، لو تاخرنا شوي صغيره ما بدي افصلها لحتى تشوفوا الموضوع نظري قدامكم. يعني بواسطة هيدول الشعيرات اللي نحن عملناهم او اللي يعني حسميهم شعيرات لانه مثل ما شفتوا صاروا عندي كتير رقاق، فبقدر بكل بساطة اني اخفق فيهم بياض البيض لحتى يجمد معي كليا. يعني ما بحاجة بقى استعمل المضرب الكهربائي لخفق البيض بطريقة مثل ما شايفين ذكية جدا. قدرت اني استخدم هيدي القنينة الفارغة او اعادة تدوير لهيدي القنينة الفارغة، قدرت اني اعمل منها شيء كتير مهم لاقدر طبعا استفيد منها. شفتوا كيف بلش عندي هون يبيض؟ قلتلكم ما رح افصل الكاميرا لحتى طبعا ما حدا يجي يقلي انه لا مش مظبوط هالحكي وانت خفقتيهم بالمضرب الكهربائي. جمد عندي، شفتوا طريقة ولا أروع من هيك أحبائي. إن شاء الله تكون هيدي الفكرة عجبتكم اليوم وحبيتوها. يمكن في ناس ما رح تعجبهم الفكرة وفي ناس أكيد رح تعجبهم لأنه يمكن أول مرة بيكتشفوا أنه منقدر نعمل مثل ما شايفين أو منقدر نخفق بياض البيض بواسطة قنينة فارغة بدنا نرميها. بقى طريقة كتير بسيطة احبائي بما انه عم تنقطع كتير الكهرباء، فجربوا الطريقة ورح تستفيدوا كتير لا طبعا تعملوا بياض البيض بهيدا الشكل وتستفيدوا انكم تعملوا حلويات بهيدي الايام الصعبة. انا هلأ بدي ودعكم احبائي، اكيد انا رح كفي شغلي وبدي اعمل هلأ ألاس كيك لعائلتي. انا هلأ بدي ودعكم، بحبكم كتير كتير، رح اشتقلكم للفيديو القادم احبائي. ما تنسوني من اللايك، واكيد اذا عجبتكم فكرة اليوم انكم تدعموا الفيديو وتنشروه على صفحاتكم. انا بحبكم كتير كتير، رح اشتاق لكم للفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي.